واش بنتي ترجع ليا غير سالمة؟ واش بنتي ترجع ليا سالمة؟ ما بغيتهاش ولا انا ما غنقيسها ما غنقرب لها، ما كاينش اللي غيقرب لها. ارو ما يسابنتي رجع ليا، انا مشوية عليك. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند يونس. يونس اللي هو الأب ديال رميساء، عنده 12 سنة، حالة اختفاء جديدة وملغومة بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، رميساء مشات للمدرسة، الأم والأب كيتسناوها في العشية، ما لقاوهاش. كيفاش؟ تبعوا معايا. يونس إلا كان ممكن تعاود لي المعلومات اللي عندكم على البنية، كيفاش البارح مشات للمدرسة موراها ما بقاش؟ هي المشكل هو انه الدريه ما اول حاجه ما كانش عندنا ادنى فكره على هذا الاختفاء ديالها. ثاني حاجه هو الالتحاق ديالها بالمدرسه من خلال انها هي مداومه على المدرسه، وعندها توقيت زمني ديال المدرسه اللي حنا ديما على اطلاع عليه. هي النقطه الاخرى هي مثلا اللي من تكون عندك واحد الاختفاء ديال بنتك من المؤسسة وانت عارف يعني الوقت ديال العودة ديالها من بعد الدوام ديال المدرسة، هنا فين تيبقى عندنا، هنا وقع عندنا واحد شكوك. علاش شكوك؟ بأن البنت ربما تعرضت مثلا لواحد غسيل دماغي، ربما عندها علاقة ليا بواحد الصديقة. أنا ما نقولش لك صديقة سوء، ولكن ربما هي مثلا دارت لها غسال متيني. دابا هادشي كله ربما. انا غتقرب معايا الصوره. مشيت للمدرسه كتسولو، المعلومات اللي وصلتني الان انه ما مشاتش بوحدها، يعني ما غبرتش غير راسها، الاختفاء حتى شي بنت اللي كتقرا هي وياها. نعم نعم، هذا هو. هذيك البنت استفسرتوا العائله ديالها؟ نعم استفسرنا العائله ديالها، وهما قالوا لنا بان هذا الاختفاء ديالها هما اصلا جاهم غريب. علاش؟ حيت لقيت الدوام ديال الدراسه ديالها مباشرة تتمشي هي تتلتحق بالمنزل ديالها، وعلى اساس انهم هما كانوا صديقات ديما من الدار للمدرسة، من المدرسة للدار، من المدرسة للدار. قلبتوا عند كل شيء، العائلات كل شيء، ما لقيتوا حتى. قلبنا العائلات، قلبنا المستشفيات، قلبنا الكوميساريات، قلبنا جميع المناطق اللي كان عندنا الشك اليقين فيها. نعم. كي دايره العلاقه ديالكم معها؟ العلاقه مزيان؟ علاقه ما نقولش لك، علاقه بالنسبه لي انا علاقه ماشي ابن كأب، علاقه ديال الاخت ديالي، ديال الصديقه ديالي، بحكم انا مش نقول لك من الصغر ديالها، بحكم انها وصلت واحد السن، انا بغيت نجاري هذاك السن ديالها، وربطت مع واحد العلاقه اللي تكون فيها شفافيه، اللي تكون اي حاجه كان شي مشكل عندها تجي تبقى على تواصل مع المدرسه. ملي استفسرتيهم وسولتيهم كيفاش تكلموا لك على السلوكيات ديالها مزيانه؟ دابا راه هذا هو اللي ما نقولوش حنا، هذا هو اللي خلاني في واحد الحيره من امري. علاش؟ حيت انا ديما 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 في مراقبه ديال بنتي بالنسبه للمؤسسه، وفيما تنجي تراقب المؤسسه ديالي بان السمعه ديالها جيده 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 جيده. نعاود معك نفس السؤال غير بسط معايا في النقاش. المدرسه سولتيهم قالوا لك البنت مزيانه، ما عليها حتى شي، ما عندهاش شي رومارك، ما عندهاش لا شي نقط اللي شيئا ما فيها نقاش، يعني الامور مزيان. لا الامور مزيان. لا الامور مزيان. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الام اختي. لا اله الا الله، الله اللي معاك. الله سبحانه وتعالى. ربي قال لك بنتي، انا مشويه على بنتي، وانا مشويه عليك بنتي. عمرها ما دارتها، عمرها ما غيبت، عمرها ما تعطلت، كتجي في الوقت ديالها من الدار للمدرسه، وديما انا وياها في التليفون. رميساء بنتي غادا في الطريق مع من غادا، انا ماما غادا من هاد الطريق، تنقول لها ما دوزيش بنتي من الزناقي، تيكونوا خاوين، دوزي من الشارع. كتقول لي واخا ماما، يعني كنت مفاهمه انا وياها، كنقول لها لا عندك شي مشكل، جي قوليه ليا، يعني ما عندهاش شي سبب انها خرجت من الدار. هذيك البنت اللي دابا غبرات هي وياها، ما مشيتوش عند عائلتها سولتو؟ عند العائله ديالها، تيقول لك حتى حنا براسنا ما عرفناهاش فين كاينه.
فهمتي، ولكن تيبان لي العائلة عندهم واحد الهدوء تام، يعني ربما ماشي أول مرة، يعني ربما يعني بنتهم ماشي أول مرة، حيت بانت لي ما عندهم لا حرقة لا والو. مادام هي معاشرة مع هاد البنت، غتكون أنت كأم عندك مجموعة المعلومات على ديك العائلة. نهائيا، أنا مرة كيقولوا لي غير يعني الدرية ولا صحاباتها راه واحد البنت راه ماشي يعني ماشي في المستوى ديالها. قلبت لها البنت التليفون ديالها، لقيتها كتهضر ليا في الواتساب، صيفط ليا عطيني الدفتر، انا ما كاتباش 13 صفحه، يعني هاد البنت راه ما تدخلش للمدرسه ديالها، كتجي تاخذ من عند بنتي الدفاتر، بنتي كتدخل تتحفظ كتقرا وهي كتجي كتاخذ من عندها. انت متى عرفتي هادشي؟ نقول لك دابا شي 4 ايام. عرفتي 4 ايام وشنو درتي؟ ما حاولتيش تفرقي معاها؟ انا حدي درت مع بنتي، هضرت معاها قلت لها رميساء يعني كيفاش انت كتدخلي وكتحفظي وتتكتبي، يعني كديري واحد المجهود وحدة تجي تاخذه ما يمكنش، يعني ما تقدرش. هي قدها معاها في القسم؟ معاها في القسم، حتى هي معاها في الثامنه. درتوا الاجراءات؟ خبرتوا رجال الامن؟ درنا الاجراءات، مشينا عند البوليس، يعني خبرنا كل شيء، ما خلينا فين قلبنا. هي بنتك ما عندهاش شي تليفون؟ عندها تليفون، كنعيطوا كنلقاوه طافي، ما عرفناش. عطيتوا الرقم للامن؟ عطيناه للامن، ما عرفناش دابا واش هي مختطفه، واش هي شي بلاصه، ما عرفناش شنو هو المشكل، ما عرفناش، ما عرفتش. انا بغيت غير بنتي ترجع ليا غير صحيحه، انا بغيت بنتي ترجع ليا غير سالمه، واش بنتي ترجع ليا غير سالمه؟ ما بغيتهاش، ولا انا ما غنقيسها، ما غنقرب لها، ما كاينش اللي غيقرب لها. راه ما هي بنتي رجع ليا، انا مشويه عليك. الله يفرج عليك اختي. يمكن لك سيري جلسي اختي سيدي سعيد. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا الظاهرة ديال الاختفاء غريبة، رميساء عندها صديقة ديالها في لحظة من اللحظات مشاو للمدرسة، خرجوا من المدرسة غبروا كاملين. أين هي رميساء والصديقة ديالها اللي حتى هي مختفية؟ علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، هذه هي الصورة ديال رميساء، وغادي نوضعوا رقم الهاتف ديال العائلة. أرجوكم بارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع من أجل أن تعم الفائدة. يا ربي نلقاو هذه البنية وما تضيعش. طفلة صغيرة 12 سنة، اختفاء غريب، الأب في حسرة من الأمر ديالو، والأم الله يسمح لنا من الوالدين. مشاهدينا الكرام، نحن تفضل. أنا ما أقول لك الدموع ديالي نشفو، ما يبكي الدموع ديالي نشفو، الدموع ديالي نشفو من كثرة ما 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 تعلمت. أنا تنبكي من الداخل، تنبكي من الداخل، تنبكي من الداخل، تنبكي من الداخل. الله يفرج عليك يا ربي، غير صبر غير صبر. مشاهدينا الكرام، ارجوكم غادي نوضعوا الان الفيديو ان شاء الله ونبارطاجيوه على نطاق واسع. يا ربي تلقى هذه البنيه وترجع الفرحه والسرور لهذه العائله. مشاهدينا الكرام، اللي عرف علاش شي خبر يتصل بينا، الله يجازيكم بخير، وما تبقاوش تفلاو علينا. راه البارح بقى شحال من واحد تيقول لنا هي في طنجه، شي تيقول لنا شفتها في القريعه، شي تيقول لنا شفناها في الحي الحسني، شي تيقول لنا هي في سيتي عبد الرحمن، شي تيقول لنا هي في مارينا، هكا نسمعوا نرضوا نجريو. حرام عليك. يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.